معي من وسط لندن زميلي عصام أكرماوي موفد بي بي سي. عصام مساء الخير، ما الذي قالته تيريزا ماي تحديدا الليلة؟ هي استشعرت أن هناك معارضة شديدة لمسودة مشروع الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي في 25 من الشهر الماضي، لذلك قررت إرجاء التصويت الذي كان مقرراً غدا على هذه المسودة. المعارضة توني هي معارضة بالأساس من داخل حزب المحافظين، إذ أن هناك ما يقرب من 100 من يبدو أننا فقدنا الاتصال.